شكرا معالي الوزير الزميل هايكم ماس على استضافتي في هذا اليوم، وطبعا أعبر لكم عن شكر وامتنان دولة قطر قيادة وشعبا على هذا المستوى من العلاقات الثنائية ما بين دولة قطر ودولة ألمانيا الصديقة. طبعا هناك ارتياح لهذا المستوى من العلاقات وتطلع إلى أن ترتقي هذه العلاقات إلى مستوى أعلى. هناك شراكات متعددة الأوجه ما بين دولة قطر وألمانيا الاتحادية، سواء كان على المستوى السياسي ومستوى التنسيق في القضايا الإقليمية، وأيضا على المستوى الاقتصادي، حيث أن الشراكة الاقتصادية القطرية الألمانية تقدر اليوم بأكثر من 30 مليار يورو، ونتطلع أيضا إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا، ثقة من دولة قطر في قوة الاقتصاد الألماني وفي قوة وقدرة الشركات الألمانية ومستقبلها، ونتطلع للتعاون بشكل أكثر في القطاعات المختلفة. طبعا اليوم التقينا والمنطقة كاملة تمر في ظروف دقيقة جدا، وكان هناك نقاش مطول أولا على ما يخص عملية السلام في أفغانستان، والخطوة الأولى التي تم التوقيع عليها في الدوحة يوم 29 فبراير، والتي كانت هي اتفاق السلام ما بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي نتمنى أن يكون هذا الاتفاق يشكل الخطوة الأولى لعملية سلام مستدام في أفغانستان. وأود هنا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى ألمانيا وإلى زميلي هايكم ماس على دعمه المستمر لهذه العملية، حيث أن دولة قطر وألمانيا ودول أخرى صديقة كانت شريكة أساسية في تحقيق هذه الخطوة، ونتطلع إلى استمرار هذه الشراكة والتعاون في المحافظة على هذا الاتفاق والبناء عليه، وأيضا البناء على واستكمال ما بدأته دولة قطر وألمانيا في الحوار الأفغاني بالتعاون مع الدول الصديقة الأخرى. ودولة قطر على أتم الاستعداد لدعم الجهود الألمانية في هذا الاتجاه، والعمل سويا تحقيقا للسلام المستدام في أفغانستان الذي نهدف جميعنا إليه. طبعا كانت هناك فرصة أيضا لمناقشة الأوضاع في ليبيا ومناقشة عملية برلين التي بدأت في يناير الماضي، ودولة قطر تدعم بشكل كامل الجهود الألمانية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وعبرنا عن دعمنا لعملية برلين واستعداد دولة قطر للتعاون ودعم ألمانيا في هذا المسار، متمنين أن ينعم الأشقاء الليبيين بالاستقرار بعد هذه السنوات التي مروا فيها منذ ثورتهم في عام 2011. وستقوم دولة قطر باستكمال التزامها ودعمها للشعب الليبي الشقيق وقضيته العادلة للوصول إلى نظام الحكم الذي يطمح إليه، ودولة قطر ستكون أول من يحترم خيارات الشعب الليبي الشقيق. طبعا أيضا كان هناك فرصة للحديث عن القضايا الإقليمية الأخرى، والتي نتفق في روانا مع رؤية ألمانيا، وأيضا الدور الذي تلعبه ألمانيا في مجموعة أصدقاء السودان ودعم السودان، فإن دولة قطر ملتزمة بدعم السودان الشقيق وتحقيق أهداف الشعب السوداني لتحقيق الاستقرار والازدهار لدولتهم، وستستمر دولة قطر في دعم هذه المسارات. وأيضا نتطلع إلى استكمال المشاورات حول القضايا الإقليمية الأخرى والقضايا التي تخص أمن الخليج بشكل رئيسي، وما يخص الاتفاق النووي الإيراني وكيفية المحافظة عليه، وحث الأطراف إلى الانخراط في حلول دبلوماسية لوضع
حد لهذا التصعيد في إيران. أشكرك معالي الوزير على استضافتكم لنا اليوم، ومقدرين جدا الدور التي تطلع فيه ألمانيا في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، ودورها في بسط الأمن والسلم الدوليين. شكرا.